محمد هاني ببارك لك هاني النهارده، بنشوف الروح وبنشوف الاداء زي ما بنقول الكره بتروح وتيجي، لكن بنستنى توفيق ربنا والحمد لله النهارده ربنا وفقنا ووفق وليد سليمان ووفق المجموعه كلها. حابب تقول ايه بعد المباراه؟ طبعا الحمد لله، يعني الواحد بيحمد ربنا. طبعا مكسب مهم جدا، يعني يفرق معاك في بطوله الدوري عشان تخلص الدوري بدري وتركز في بطوله افريقيا. يعني انا عايز اشكر اللعيبه بصراحه، يعني اللعيبه رجاله جدا. طبعا كله شاف الماتش، اللعيبه رجاله جدا، كله مركز في شغله وكله بيقاتل على كل كوره، وهي دي روح النادي الاهلي. يعني دي حاجه مش غريبه علينا. الحمد لله احنا مع الروح دي ومع الاصرار ده ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نجيب جونين يعني وناخد 3 نقط الحمد لله. المباراه اللي فاتت اداء اكتر من رائع من محمد هاني، روح وقتال في الملعب، ويمكن الكروسات كان ليها سبب كبير جدا في المباراه الاخيره. كمان النهارده بتنزل رجلك في الملعب، يعني الكلام ده انا مش عايز طبعا اتكلم، ناس بتقول ناشئ وناس بتقول كلمه ناشئ وحاجات بتزعل اكيد، لكن انت بتستقبل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده بيزعجك ولا لا؟ بص يعني انا الناس اللي بيقعدوا يتكلموا دول معظمهم اللي عنده 9 سنين واللي عنده 10 سنين واللي قاعد في بيته ما بيعملش حاجه، ما بيشتغلش ولا قاعد في بيته ماسك تليفون، عنده انستجرام، عنده فيسبوك، عمال يكتب. فانا عمري طبعا ما هركز لواحد زي ده. يعني موضوع السوشيال ميديا بقى صعب جدا، اي حد عايز يقول حاجه بقى بيقولها في سفر. يلا حابب تقول ايه الرامي على رجولته وادائه الاول على الرجوله مجموعه كلها، لكن انتوا تستاهلوا كل خير واللعيبه كلها تستاهل كل خير. حابب تقول ايه الرامي الاول؟ انا بقول لك يعني لسه قلت في اول اللقاء، يعني بشكر اللعيبه كلها ورامي بصراحه عشان بيلعب جنبي على طول، فاحنا فاهمين بعض، وياسر وعلي معلول وايمن. طيب يعني الدفاع كله اي حد بيلعب بصراحه بيبقى كويس جدا، وهم رامي وياسر النهارده عملوا ماتش كبير جدا، كان الماتش كله كور عاليه، عملوا جهد يعني بصراحه شالونا في الدفاع الحمد لله.